تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين، ثاني يوم الأسبوع. إن شاء الله كان يوم الأحد بداية جميلة وبداية إيجابية، وإن شاء الله يمشي باقي الأسبوع بطريقة إيجابية وجميلة. وطبعا هذا أسبوع جدا ونيس، لأن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل إن شاء الله بالعادة في صوب الأربعاء والخميس، الناس راح تبدأ تحتفل باليوم الوطني الإماراتي. فإن شاء الله الأسبوع الجاي راح يكون إجازة للاحتفال بهذه المناسبة. الله يديم علينا وعليكم إن شاء الله الأمن والأمان، ونحتفل بيومنا الوطني أعواما مديدة إن شاء الله، ونحن بصحة وعافية وأمن وأمان وسعادة وإيجابية تحت مظلة شيوخنا الكرام. نصبح عليكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة، لتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. طبعا هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، وأنا عندي اليوم مخرج تليفون يرن في الاستوديو وائل قواس. صباحك ورد يا وائل. وراح نكون معاكم إن شاء الله مثل ما قلنا على مدى ساعة تقريبا على الهواء. مثل ما أوصيكم دائما تواصلوا معنا على أرقام الهاتف 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. نبغى نسمع آراءكم ملاحظاتكم، مواضيع حابين نطرحها، أسئلة عندكم تبغون نجاوب عليها، إشاعة طبية سمعتوها حابين تتأكدون منها. وإن شاء الله خلال سير الحلقة إذا ذكرت راح مثل ما تعرفون دائما أحب أشارككم. إذا شفت معلومة طبية على وسائل التواصل أو شفت سؤال يطرح وايد في وسائل التواصل بشارككم فيه إن شاء الله عشان تعم المعرفة. بننتقل الحين إلى، بما نتكلم عن وسائل التواصل، حننتقل إن شاء الله إلى أسماء الجناحي، راح تقولنا ما هو جديد السوشيال ميديا. صباحك ورد يا أسماء. صبحكم الله بالنور دكتورة عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. خبريني يا أسماء، شو في في السوشيال ميديا اليوم؟ نحن كنا حاطين مجموعة من النشرات، لكن في نشرة وايد كان عليها صراحة استفسارات وأسئلة. واللي هي أن مستشفى لطيفة يجري 16 عملية مناظير أسبوعيا لبطانة الرحم المهاجرة. تقريبا يعني لو نحن يعني نحسبها عدد العمليات اللي سواها المستشفى خلال هالسنة لين أكتوبر الماضي بتكون هي 600 عملية مناظير لبطانة الرحم المهاجرة. فوصلتنا مجموعة من الأسئلة، إن شو هالمرض، هل في علاج، هل ما في علاج، كيف نقدر نتواصل. فأكيد تقدرون تواصلون، بس لازم تروحون الرعاية الصحية الأولية، بس أحب أن نوضح الموضوع. الرعاية الصحية الأولية عشان إنه مثلا يكون لهم تحويل مستشفى لطيفة. غير هذا في بعضهم يقولون مثلا إذا واحد سوى العملية هل لازم يتابع؟ أكيد لازم متابعة، يعني نجاح العملية، يعني العملية ممكن تكون ناجحة صح، لكن أنت هل أنت قاعد تتابعك بالعملية؟ فأنت ما يصير تقول مثلا أنا سويت عملية والعملية يعني ما في تغيير أو أنا انتكس. لأن بعد أي عملية، بعد أي عملية في الدنيا لازم يكون فيها فولو أب، لازم يكون فيها أدوية معينة تأخذها، إذا ما في صح. أدوية ممكن يكون فيها ريهاب. فيعني بس أنا أحب أنصح من هذا المنبر، يا جماعة إذا أنتوا سويتوا عملية لازم تتابعون، يعني عملية مو بالفول ستوب أو النقطة. إحنا حتى الكحة والزكام، أسماء للناس نقول كحة والزكام، راجع عقب 3 إلى 5 أيام في حال عام تحسن الأعراض، أو راجع بشكل عام بعد 3 إلى 5 أيام. هذا كحة والزكام، وين بعد عملية لازم يكون في متابعة الطبيب. تشوف ترى في بعض التغيرات المريض ما ينتبه لها، يقول مثلا يجيني عوار بطن عادي يمكن من العملية، عوار ظهر عادي من العملية، لما يروح للدكتور يقول لا يعني العوار يمكن في التهاب مكان العملية، يمكن في شيء. فهاي نقطة جدا مهمة فعلا، الناس تواظب على المتابعة. ايه وفعلا يعني بعدين ما حد يعرف جسمك كثر ما انت تعرف، فلا تهمل اي شيء تحس فيه.
يعني استفسر اسأل. وحتى الحين مثلا في نحن انطلقنا بالمرحلة التجريبية لطبيب لك المواطن، ممكن هم يحملون التطبيق يتواصلون مع الطبيب إذا مثلا كانوا شوي يعني يحسون بعياء أو لها، ممكن يتواصلون معنا من خلال الاتصال على رقم 843، ياخذون موعد في طبيب لك المواطن، ينزلون الابليكيشن ويقدرون يتواصلون مع الطبيب من خلال التطبيق سواء فيديو أو اتصال، لكن يكون عن طريق التطبيق. جميل. فيعني ممكن تتواصل، مو بلازم انت حتى يعني يقول جسديا تصير للمركز، ممكن يعني تكلم الدكتور بالابلكيشن وهو يقدر يشوف ملفك. صحيح. الخدمه موجوده في مرحله، نحن مرحله تمهيديه مثل ما يقولون، فنتمنى ان الناس تجربها بعد. إن شاء الله. ايضا اليوم نحن نلتقي مع الاخصائيين في صحتك لايف، ونتكلم اليوم عن امراض الدم الوراثيه، في وايد امراض دم وراثيه، فاليوم نحن راح نتكلم مع اخصائيين الدم عن هاي الامراض. ممتاز. وايضا نحن اطلقنا هيئه الصحه اطلقت المنصه الالكترونيه لاداره الابتكار اللي هي اسمها افكار، وهي منصه اساسيه لخلق روح الابداع عند الموظفين، لكن موضوعها مو بس للموظفين، ايضا المجتمع ممكن يقدمون مقترحاتهم التطويريه، افكارهم الابتكاريه، ان كيف ممكن انهم يطورون، لان جزء من تطوير القطاع الصحي مو بس اللي يشتغلون، حتى المجتمع لانهم المستفيدين من هالخدمه. بالضبط. فنتمنى ان مثلهم يتواصلون معنا، وان شاء الله في الايام الجايه راح نحط رابط المنصه يقدرونهم يقدمون على افكارهم عليها. ممتاز. ونختمها بالرساله الصباحيه اللي تقول: الرضا الذاتي وتعزيز الثقه بالنفس امران مهمان إن أردنا حياة أكثر صحة وسعادة ومتعة. فأهم شيء الرضا، يعني بس إن أنا راضي، مو يعني إن أنا واثق من نفسي. صح. إن أنا راضي يعني أنت ما يستر، يعني أنت الرضا مهم، لكن دكتورة مشكلة وايد ناس يقولون كل شيء يخترب عندنا أنا راضي. أنت ممكن تكون أنت السبب، يعني اسعى شوية، تحرك، يعني مو بس أنك راضي وخلاص يعني. صح. فهذا يعني باسيف، يعني انت لازم تفرق بين انت راضي وبين انت يعني سلبي مع الامور اللي تصير حولك. فاهم شيء انه يكون عندك الثقه وتشتغل، ويقولون خلال المصريين اسعى يا رب يا عبد اسعى وانا اسعى معاك. صحيح صحيح يا اسماء، صحيح. ودمتم بصحه وسعاده. وانت بصحه وسعاده يا اسماء، شكرا لك حبيبتي، ونهارك سعيد. أسماء طرحت موضوع جدا مهم، وهي المتابعة، أهمية المتابعة بعد العمليات الجراحية. إحنا دائما لاحظوا أن إحنا دائما في صحة وسعادة، وأتوقع لو رحتوا عند أي طبيب دائما بيقولكم أهمية المتابعة. دائما إحنا شو نقول؟ استشر الطبيب في حال ظهور أي أعراض عندك، استشر الطبيب واحرص على المتابعة. والحين لتسهيل المتابعة، هناك نظام المواعيد في قطاع الرعاية الصحية الأولية في عيادات طب الأسرة. يعني لو أنت بتبي تشوف طبيب الأسرة التابع معاه، بسهولة ممكن تاخذ موعد. حتى شو تسوي؟ تتصل اليوم على 8342، هو رقم الهيئة، وتاخذ موعد مع طبيب الأسرة أنت ترتاح له أو أنت متعود تتابع معاه. نهاية الزيارة بعد ما تخلص مع عند الدكتور، تاخذ موعد للزيارة الثانية، بالتالي تضمن أنت تتابع مع نفس الطبيب. وطبعا احنا دائما ننصح اللي ياخذوا مواعيد في أشياء أساسية عشان مثل ما يقول تدوم الخدمة، وعشان كلنا نستفيد منها، نحن كطاقم طبي وأنتم كمتعاملين على الناحية الأخرى. شو نأمل من الجميع؟ أول شيء نحرص على أن نحن نحافظ على الموعد، بمعنى نحن يعني نروح الموعد. ما في شيء يسوي هدر للموارد، سواء كان مالية أو موارد بشرية، اللي هي عبارة عن جهود الكادر الطبي، مثل المواعيد المحجوزة وما حد يروح لها. يعني حسبوا هذا الطبيب، إذا تخيلوا الطبيب المفروض يشوف في اليوم 31 مريض، يجي له 15، فمعناه أنه 15 مريض كان ممكن نخدمه لكن ما قدر نخدمه لأن الحجز مواعيد ما غير مواعيدهم. مهم جدا نحافظ على مواعيدنا، هذه تكون ثقافة عندنا دائما، أن ما بسير الموعد. الحين بعد مو لازم أنا أتعب وأسير مكان، ببساطة أتصل على 800342، قالوا يا جماعة ترى أنا عندي موعد اليوم أو موعد باكر. وأنا شخصيا أفضل دائما أكنسل الموعد أو أغير الموعد قبل بمدة، مثلا قبل يوم أو يومين، إلا في طبعا في حالات الطارئة. ليش؟ عشان أعطي مجال للمركز الصحي أو للمنشأة الطبية إن هي تحجز مواعيد حق مرضى ثانيين. يعني مثلا لو الموعد عقب ساعة، تخيل أتصل الحين وأقول لهم أنا والله ما رم أي الموعد، ما رم نتواصل مع أحد ثاني ونقول له خذ الموعد هذا عشان ما يضيع الموعد وما يضيع جهد الطبيب. فرقم واحد نبال كل يحافظون على المواعيد، ما قدرنا هذا يستوي. انا عن نفسي موعد تطعيم عيال 3 مرات مغيرت لنا لليوم، 3 مرات يعني تطلع مشاغل وما نسير، بس احرص ان اغير.
فنحرص أن نحضر على الموعد، رقم واحد. رقم اثنين، لازم نكون موجودين قبل الموعد بمدة. يا جماعة ما ينفع أنا أوصل على الموعد وأتوقع أن أدخل على الموعد. يعني ناس تقول والله أنا أدور باركينج، أنا كنت عند باب العيادة الساعة 9 موعدي 9، ترى ليه تمشي، ليه ما تسجل، ليه ما تشوف الممرضة، ليه ما تدخل على الطبيب، ترى هذا كله ياخذ وقت. بعدين الناس تزعل وتقول أنتوا تقولون خذوا موعد وما تخدمون على الموعد. ترى عشان أخدمك على الموعد لازم توصل أنت قبل الموعد. دائما حطوا باركم، سبحان الله زحمة ما حصلت باركينج، صار أي تأخير عندكم. وإحنا لو بنخدم الناس على، يعني بنخدمك أنت على موعدك إلا أوردي طاف بسبب أن أنت وصلت متأخر، معناه أخر كل المتعاملين إلا بعدك. وأنا دائما أقول للناس اللي يكونون زعلانين، أقولهم هل ترضى أنت يكون موعدك يا أنت على الموعد قبل ومخلص، أنا أخرك عشان في حد أخر قبل؟ لا، بيكون هذا مو بعادل بالنسبة لكم. فنبقى الجميع احضروا قبل الموعد، على الأقل تكون أنت في العيادة مو طالع من بيتكم، لا في العيادة قبل 20 دقيقة. شوفوا يعني مو أدك سلف سيارتي في البيت قبل 20 دقيقة، احسب الوقت. سبحان الله حادث في الشارع، وقفت عليك السيارة، زحمة، أي شيء ممكن يستوي قبل 20 دقيقة. فأنا بقى أول شيء كنا نحافظ على المواعيد. رقم اثنين، أكون قبل الموعد بأقل شيء 20 دقيقة. فنبا لو صدقونا التزمنا كلنا بهذا راح تمشي نظام مواعيد بأفضل طريقة، راح نخدم متعاملين كلهم على الوقت، ما راح يكون فيها التأخير. ولكن إذا صار تأخير في دخولك على الموعد، فعرف تماما أن أكيد الشخص اللي قبلك أو المريض اللي قبلك كان حالته الطبية تستوجب اهتمام أكثر، يمكن كان تعبان أكثر، يمكن كان كبير في السن بمشاكل، ممكن تكون أم عندها طفل صغير وايد تعبان. فدائما أرد وأقول إحنا ما نتعامل مع أوراق، نتعامل مع بشر. فأنا كطبيب ممكن أقعد مع مريض نص ساعة لأن أحس حالته تستوجب نص ساعة، ضميري ما مثل ما يقول ما يهنيني أنا أقوله والله روح البيت أو تعال يوم ثاني، أو أنا ما أعطي الاهتمام الكافي. فنتمنى دائما طولة بالكم، نتمنى تعاونكم، نتمنى أنكم تحرصون على أخذ المواعيد ونحافظ على المواعيد عشان كلنا نخدمكم على الوقت. رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل رح نكمل فقرات صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. طبعا تبذل هيئة الصحة بدبي جهودا كبيرة من أجل مواكبة أفضل التقنيات والحلول الذكية، وتعتمد الهيئة في توجهاتها وما تقوم به من امتلاك أفضل التكنولوجيا في عالم الطب على البنية التحتية التقنية التي أصبحت اليوم واحدة من البنى القوية التي تستوعب أي مشروعات ومبادرات تنفذها الهيئة في طريق تحولاتها وما يشهده القطاع الصحي من طفرات نوعية. إلى أي مدى وصلت البنية التقنية لهيئة الصحة بدبي، وشو الجهود المبذولة لتطويرها وإمكانية هذه البنية لمواكبة التحديات المختلفة؟ وطبعا في أسئلة ثانية نضعها اليوم أمام الأستاذة أمان الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أختي أماني. صباح الخير هرا، مرحبا، كيف حالكم؟ الحمد لله، حياك الله في صحة وسعادة. الله يخليك، هلا مرحبا. نبتدي أول شيء نعطي للمستمعين لمحة سريعة عن أهم التقنيات في القطاع الصحي بشكل عام. طبعا إحنا في هيئة صحة لنا استراتيجية لتطوير أو لتبني أفضل التقنيات في مجال الطبي. طبعا على رأس ذلك طبعا الملف الإلكتروني اللي هي يعتبر المصدر الأساسي لكل معلومات الصحية للمرضى في هيئة الصحة بدبي، وهي نظام موحد على مستوى كل الهيئة. فملف المريض موحد على مستوى كل منشآت الهيئة من المستشفيات والعيادات الخارجية وعيادات البي اس سي اللي هي الرعاية الأولية والعيادات التخصصية. وبنين طبعا فهذا يعني كانت البنية الأساسية للتقنيات، وبنينا عليها كثير من التقنيات الأخرى. فمن المشاريع اللي احنا الحمد لله أنجزناها وبنينا عليها اللي هي مثلا الهوم كير اللي هي الزيارات المنزلية، الرعاية المنزلية في المنزل. نعم، هي استخدمنا هنا تقنية اللي هي الانترنت اوف ثينجز اللي هي الويربل ديفايسز اللي ممكن خلالها ناخذ الفايتلز
الحجز والقراءات من المريض في زيارات ويدخل على طول في ملف المريض. وتقنيات أخرى طبعا يعني كل البنية التحتية اللي عندنا أو النظام السلامة مرتبط بكل الأنظمة الطبية الأخرى. إحنا تقريبا إحنا عندنا 30 نظام أو أكثر مرتبط في شاشة واحدة للطبيب. يعني مثلا نظام اللاب اللي هي شو المختبرات. نظام الأشعة كلها مرتبطة في نظام واحد. فالبنية التحتية والأنظمة كلها مترابطة وإنتجريتد. واستخدمنا تقنية الإنترنت أوف ثينجز اللي هي الإنترنت الأشياء لسهولة أو لتقليل نسبة الأخطاء في ربط البيوميديكال ديفايس اللي هي شو يسمونه البيوميديكال ديفايس الأجهزة ممكن الحيوية الموجودة الطبية هي الأجهزة الطبية. يعني إحنا كهيئة صحة دبي ارتئينا أن نطبق أفضل التقنيات أفضل الممارسات. والحمد لله إحنا حصلنا على هيمسكس. الهيمسكس هو عبارة عن شهادة عبارة عن شهادة تقيم مستوى التقنية مستوى التقني للقطاع الصحي. طبعا هو عبارة عن 7 مستويات. احنا في المستوى السادس ومؤهلين ان شاء الله قريبا ان نروح المستوى السابع المستوى النهائي. معناته ان احنا تقريبا نكون اكثر عن 90% بيبرليس يعني لا ورقية. وهذا طبعا تماشي مع استراتيجية اللا ورقية اللي هي للحكومة. صحيح. أختي أماني بما تكلمنا عن مشروع الطموح سلامة اللي هو ملف الطب الإلكتروني في هل هناك توجهات لمشروعات أخرى مماثلة في نفس قوة مشروع سلامة؟ طب مشروع سلامة صار تغيير جذري في رعاية المريض وفي متابعة حالته وفي طريقة العلاج ووصفة العلاج. فنبغى نعرف هل هناك مشاريع أخرى بتكون بنفس القوة؟ طبعا قريبا ان شاء الله بنطلق مشروع جديد. وهو احنا مشروع سلامه في ملف المريض على مستوى المستشفيات الحكوميه ان شاء الله بنطلق قريبا مشروع نابض وهو عباره عن ربط ملف المريض بالقطاع الخاص عشان يكون تنقل المريض من القطاع الحكومي والمستشفيات الخاصه بكل سهوله بدل ما يطلبون تقارير واوراق ويطبعون. فيكون ملف المريض يعني ممكن الطبيب في اي مستشفى خاصة يطلع على ملف المريض طبعا بعد إذن المريض وبعد موافقات المريض إن يشوف ملف إلكترونيا بدل ما ويكون آنيا. يعني فهذا مشروع طموحي إن شاء الله وهو يعني يكون فيه ربط بين مستشفياتنا جميع المستشفيات الخاصة ومستشفيات الحكومية. وهذا طبعا من أهم المشاريع على المستوى الاتحادي اللي هو لربط مستشفيات حكومة دبي ومستشفيات مدينة دبي بملف الاتحادي اللي هي في الوزارة. فهاي خطوة رئيسية عشان نحقق الهدف اللي يكون ملف المريض على مستوى دولة الإمارات ملف واحد متنقل. فهذا إن شاء الله قريبا بنطلق المشروع وحاطين يعني على مراحل ولكن في 2020 بيكون المرحلة انطلاق المرحلة الأولى إن شاء الله. ممتاز. أختي أماني في وجهة نظرك بما أنك أنت ما شاء الله خبرة في التقنيات وكنت من أهم الناس اللي اشتغلت أيضا في الملف الطبي الإلكتروني نسأل نقول هل دبي هيئة الصحة بدبي تشوفينها قادرة على مواكبة التحديات العالمية الموجودة فيما يخص توظيف الحلول الذكية؟ ما شاء الله طرحتي وايد في برامج ذكية موجودة في هيئة الصحة بدبي. فهل نحن فعلا قادرين نحن نواكب هذه التحديات المختلفة؟ حقيقة بحصولنا على هيمسك هذا اعتراف عالمي بأن احنا كيفبل. لأن قليل من المستشفيات في في دبي عندها يعني قصدي المستشفيات الخاصة اللي عندهم هيمسكس. فإحنا يعني نعتبر في الريجن ويعني من الناس. والشيء الثاني اللي عزز مكانتنا إن إحنا عندنا ملف واحد على مستوى يعني إحنا 4 مستشفيات وأكثر من 17 في وأكثر من 7 عيادات تخصصية يعني. نعم.
كلها مترابطة في ملف واحد، هاي أهلتنا إن إحنا يعني نواكب، لأن لما نطبق أي نظام في أي مستشفى أي يعني أو أي تطبيق في أي مكان، جميع المستشفيات جميع العيادات ممكن يستخدمون هالنظام. فأعتقد الترابط والانتجريشن اللي احنا سويناها كان البنية الأساسية اللي تسهلنا ان نطبق اي شيء. فالحين احنا حاليا في صدد احنا نطبق مشاريع الاي اي اللي هي الذكاء الاصطناعي، وبدينا نطبق بعض المشاريع للذكاء الاصطناعي. فلان الداتا مثل لان الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، بما أن البيانات موجودة ممكن نبني عليها كثير من الأشياء، ذكاء اصطناعي، decision making، business intelligence، فكل هاي ممكن نبني على الملف أو المعلومات والبيانات المتاحة. بالضبط. أستاذة ماني على السريع، أنت ذكرتي موضوع تطبيق مشروع نابض اللي بيربط القطاع الخاص، بيكون ربطه مع سلامة مع الملف الطبي الإلكتروني؟ طبعاً طبعاً طبعاً. أصلاً هو يعني الملف، يعني مثلاً على سبيل المثال المريض يكون في مستشفى من مستشفياتنا يشوف مثلاً أو يتردد على قطاع مثلاً مستشفى من بولي أمريكا أو مستشفى أي مستشفى في قطاع الخاص. نعم. فيكون من خلال نظام سلامة أطباءنا ممكن يشوفون ملف اللي موجود في هيئة الصحة وملفات أخرى. فهي طبعاً الشرط الأساسي يكون ربط مع نظام سلامة، يعني ربط نظام سلامة مع باقي الأنظمة الأخرى الموجودة في هيئة الصحة في إمارة دبي. وطبعاً هذا يسهل أيضاً القطاع الخاص، يعني الشخص انتقل من مستشفى ألف لمستشفى باء في القطاع الخاص ممكن يشوفون ملف المريض. فهو مش بس خاص لمرضانا، حتى أي مريض موجود في القطاع الخاص. فهاي يسهل تنقل المريض بين قطاع خاص وخاص وبين قطاع خاص وحكومي. صحيح. أستاذة أماني، لما قلتي هذا الربط، أكيد كان في جهود وايدة عشان إحنا نتم ربط سلامة بمشروع نابض بالعيادات أو المستشفيات الخاصة. فتعطينا نبذة بس عن الجهود اللي تمت عشان إن شاء الله يتم إطلاق هذا المشروع. طبعاً إحنا حالياً في صدد إن إحنا نبني الحوكمة المشروع نابض، نضع لها حوكمة معينة باشتراك مع قطاع. طبعاً هاي إحنا ما أطلقناها رسمياً، لكن بدينا الشغل فيها وقيمنا المستشفيات الحكومية الخاصة تقييم مبدئي، وشفنا المستشفيات الخاصة اللي هي مؤهلة أكثر إنها تكون ويانا في المرحلة الأولى. لأن في بعض من المستشفيات اللي هي مثل جروبس، يعني مثلا مستشفيات كبيرة ولها بنية تحتية إلكترونية قوية، فهذه يعني إن شاء الله هم يكونون في المرحلة الأولى. فهاي الجهود يعني اللي هي الاستعدادات لمشروع نابض إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ أمان الجسمي، مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، شاكر لك هالمداخلة اليوم وأنك عرفتينا بكافة التقنيات ما شاء الله موجودة، وأكيد مثل ما يقولون في أكثر وأكثر وأكثر، لكن لم يحن أتوقع الوقت أن نكشف الستار عنها كلها. فإن شاء الله راح يكون في دائما هيئة الصحة دائما تطمح للجديد في عالم التكنولوجيا وتوظيفه لتحقيق مجتمع أكثر صحة وسعادة. شكرا لك أختي أماني مداخلتش معنا اليوم، ونهارك سعيد. الله يخليك. شكرا. نهارك سعيد. ما شاء الله، يعني الحلول الذكية والمشاريع الموجودة في هيئة الصحة الذكية الموجودة عندنا تبين أن إحنا قاعدين نوظف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحقيق مجتمع أكثر صحة وسعادة. دائما التكنولوجيا هي تكون في خدمة الإنسان، ولازم نستخدم مختلف التقنيات الموجودة تسريع العلاج مثلا، أو تحسين مخرجات المرض، أو تحسين الخدمة مثل خدمة الزيارة المنزلية الذكية اللي هي عبارة عن آيباد، جهاز لوحي مع العدة كاملة مع الضغط ومع الحرارة وغيرها، تودي الممرضة إلى في خلال الزيارات المنزلية، ويتم التواصل مع الطبيب الموجود في العيادة عن طريق الفيديو كول، المحادثة مع فيديو كول بالعربي، المهم يكون في فيديو، يعني فيديو صوت. ف
الطبيب بده يتواصل مع المريض ومع الممرضه. اذا الممرضه شافت اي شيء في ورم، حبوب، التهاب، اي شيء شافته يثير الشك، بسهوله عن طريق الفيديو كول هذا تتواصل مع الطبيب ويعطي هو توصياته. بالاضافه يقدر ياخذ المؤشرات الحيويه للمريض عن طريق الاجهزه الذكيه المرتبطه. فهذا توظيف لي الانترنت الاشياء وتوظيف لي الذكاء الاصطناعي في خدمه الانسان. نطلع ان شاء الله الحين فاصل، وبعد الفاصل راح يكون عندنا موضوع جميل عن استحداث منصه للافكار المبتكره في حياه الصحه بدبي، فبقوا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. أنا شاكر اللي طرش لي المسج الفيديو كول المكالمة المرئية، شكرا. أحيانا تضيع الكلمات. وفي مسج ثاني بس بقران باب الشفافية. أستاذي من البارحة 8 الصبح لين الحين أتصل على البدالة الهاتفية الخاصة بالدي اتش اي 8342 ولا حد يرد على البدالة، مريت على كل الخيارات وما حد يرد. عندي استفسار ضروري. احنا مسألة عدم رد على البدالة بنحولها المعنيين، بس احنا بنجاوب على الاستفسار. تطعيم الالتهاب الرئوي لكبار السن موجود عندكم في الحكومة او لا؟ وهل يتطلب موعد مع الدكتور الرئة وضروري استاذ من فضلكم؟ شكرا. ميرا تطعيم التهاب الرئوي لكبار السن او التهاب المكورات الرئوية يسمونه نيوموكوكال فاكسين موجود في العيادات. كل اليوبات تتصلون تاخذون موعد مع طبيب الأسرة، ما في داعي طبيب دكتور رئة، طبيب الأسرة نفسه يعطي التطعيم في العيادات. روح للعيادة المتابعين لها وخذوا التطعيم. الحين راح ننتقل لموضوعنا الثاني اللي خبرناكم عنه قبل الفاصل، اللي هي أطلقت هيئة الصحة بدبي أمس المنصة الإلكترونية لإدارة الابتكار اللي اسمها أفكار. وهذه المنصة استحدثتها الهيئة لتكون مرصد للأفكار المبتكرة وملتقى للمبدعين والموهوبين في استخلاص الأفكار البناءة غير التقليدية. وللتعريف عن هالمنصة، أهميتها، ومن المستهدفين منها، وشو هي أهدافها، يسعدنا يكون معانا اليوم في الاستوديو الأستاذة مي الدوسري، مدير إدارة مركز الابتكار الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أختي مي. صباح النور دكتورة، حياك الله، نورتينا في صحة وسعادة. الله يحييك، النور نوركم. أول شيء نعرف شو هي منصة أفكار. هي عبارة عن نظام إلكتروني لجذب وبناء الأفكار الابتكارية ومناقشتها. يعني هي مش نفس الأنظمة العادية أني أنا أقدم اقتراح والاقتراح يا أما يرد لي مجدي غير مجدي، لا، هي يعني عبارة عن شخص يقدم فكرة ويبني هاي الفكرة في النظام. ممتاز. طبعا الدعم بيكون من أكثر من جهة في هذا النظام، بيكون من فريق الابتكار، من مجلس الابتكار اللي في هيئة الصحة، من اللجان اللي تم تشكيلها. عندنا لجنة فنية في حالة أن الفكرة هذه يعني فيها أمور طبية، أو لجنة إدارية إذا كانت الفكرة هذه تعنى بشيء إداري يخص الهيئة. ممتاز. فالنظام هذا اللي قدم الفكرة فيها تمر في مراحل اللجان، يتم تطويرها. طبعا احنا حاطين نسب في مرحلة التطوير، وبعدها تتحول الفكرة إلى المختبر، مختبر الابتكار. تسمح لصاحب الفكرة انه يتم يبحث، يسوي الدراسة الجدوى للفكرة مالته، يسوي النموذج إذا كانت يعني منتج أو شيء، يسوي التجارب الدراسات التجريبية لها، وبعدها طبعا يتم رفع نتائج الدراسة التجريبية، ويتم بعدين تحويلها إلى قصة نجاح في الهيئة. ممتاز. من المستهدف من هذه المنصة؟ هل هم موظفين الهيئة؟ هل هم يعني عموم الجمهور، ولا من المستهدف؟ هو حاليا كل موظفين الهيئة عندهم الأكسس للنظام. وخلال الأيام القادمة إن شاء الله بنفتحها لعامة المجتمع في عن طريق موقع الهيئة. أوكي، فلو واحد يدخل على موقع الهيئة بعدين وين يصير عشان يلاقي منصة أفكار؟ بيكون في صفحة للابتكار، ومن خلال الصفحة يقدر يختار، يحط بياناته، ويقدر يختار حتى المجالات الفكرة هذه. يعني احنا تغطي اي مجال، يعني الفكرة الصحية، طبية، بالضبط. احنا طبعا في الوقت الحالي ركزنا على المجالات اللي هي البرامج اللي موجودة في استراتيجية الهيئة. فأي فكرة لازم تكون مرتبطة ببرنامج او بهدف استراتيجي للقطاع الصحي في إمارة دبي.
ممتاز. شو الهدف لما يكون عندنا مثل هالمنصة التفاعلية ممكن نقول اللي طرح يعني يتم ضخ الأفكار فيها؟ هي لأن نحن يعني مفهوم الابتكار إنه مش أنا بس أقدم فكرة وخلاص. هي عملية بعد توليد للفكرة هذه. يعني صح. ممكن أنا يكون في بالي شيء أبى أحطه في هذا النظام وأبني عليه. يعني أنا مثلا دكتورة إذا عندي فكرة أقدر أقول أوكي ممكن دكتورة تكونين معايا في هذه ونتم نناقشها مع فريق الابتكار، مع اللجان، مع مثلا استشاريين. مثلا خلنا نفرض أن الفكرة هذه تعني بأمراض القلب، نقدر نحن نضيف فريق من المتخصصين في أمراض القلب يكونون معانا عبر المنصة ويساعدون في توليد هاي الفكرة، نوصل فيها سواء لتقنية جديدة أو لحل في تحسين عملية معينة أو مثلا لمنتج جديد تماما مش موجود. فنحن عرفناها موجودة في النظام لأي شخص يدخل يشوف شو أنواع الأفكار هذه ممكن تكون، هل هي منتج، هل هي سياسة جديدة، هل هي تحسين لعملية معينة، أو هي حلول أفكار مثلاً لحلول لتحديات معينة. ممتاز. فأنتوا تأخذون الفكرة مثل ما يقولون الخام اللي تكون فكرة الأساسية البسيطة، بعدين تشتغلون معها عشان تكبر الفكرة وتسوي لها هيكل معين عشان يكون تطبيق مالها أفضل. بالضبط. وبعد يكون عند الشخص هذا تقريباً 6 شهور بعد ما يمر في مرحلة التقييم الفني أو الإداري، عنده مرحلة 6 شهور يبحث. مثلاً عندنا في المركز نعطيه يعني مساحة يقدر يشتغل فيها، يبحث فيها. في طبعاً إحنا عندنا بعض المقترحات نبغي نسويها حق موظفين الهيئة، وفي طور النقاشات على أساس تسمح لهم أن يكون عندهم الوقت أنهم يبحثون ويبنون النموذج. ممكن أن نحن مثلاً ندمجهم مع الشركات، مع الشركات الناشئة، مع الشركات الكبيرة، مع الجامعات. فنحن يعني مثل الفريق الداعم لهذيل الأشخاص أنهم يبنون في مرحلة مختبر الابتكار أنهم يبنون هذه الفكرة. ممتاز. أكيد بناء مثل هالمنصة كان يباله جهود، في يمكن تعاون مع جهات أخرى، فخبريني عن هالتعاون. نحن في البداية يعني يوم كنا نشتغل على المنصة هي كانت بس حق موظفين الهيئة، ولكن في يوم من الأيام كنا في جامعة من الجامعات وطرحت علي سؤال واحدة من الطالبات الطب، قالت لي احنا إذا عندنا أفكار كيف نوصلها للهيئة؟ فجلسنا مع فريق الابتكار عندنا وتمينا نتناقش، وتناقشنا مع المطورين للنظام وقلنا أوكي نحن بنسوي برنامج كامل حق طلبة الجامعات. ممتاز. فحاليا نحن في طور النقاشات على هالنوع من التعاون مع الجامعات، إنه يكون عندهم مثلا رابط للدخول عبر النظام، يعطونا أفكار، نقدر نحن مثلا نسوي جلسات مع طلبة الجامعات ونطلع ممتاز. فيها بأفكار ابتكارية. ممتاز. أختي مي، شو الأنشطة الثانية مرتبطة بالمنصة؟ المنصة هي أول شيء بتشمل رحلة الفكرة. رحلة الفكرة هي من أول ما نستلمها إلى أن تمر بالمراحل التقييم ومراحل المختبر، وبعدها يتم رفعها طبعا لقيادات الهيئة في حال نجاح الدراسة التجريبية لها، وبعدين يتم تبنيها من قبل الهيئة، وبعد ما تتحول يتم اعتمادها كمشروع ينفذ في هيئة الصحة. عندنا نحن أدوات عبر المنصة، أدوات لإدارة المشاريع. فنقدر على طول عن طريق النظام نحول الفكرة إلى مشروع، وعلى طول نحط لها مدير مشروع ومنو الأشخاص اللي شغالين عليها. بعد ما ينجز المشروع عندنا عندنا أنشطة ثانية اللي هي قصص النجاح، نعلن قصص النجاح. هاي الأفكار بتمر في كل المراحل إلى أن توصل إلى قصة نجاح، فأي حد يدخل للنظام يقدر يشوف فيها قصص النجاح. ممتاز. غير هذا إذا في بعد عندنا أنشطة تخص جلسات العصف الذهني، بدال ما إحنا نسوي يعني فيزيكال جلسات عصف ذهني، إذا مثلا أنت دكتورة تقولين أنا عندي تحدي مثلا أمراض السمنة، أبغى أسوي جلسة عصف ذهني، نسوي لك جلسة عصف ذهني افتراضية في النظام.
عن طريق منصة وتقدرين نسوي لك الجروبات فيها وبعدها يتمون يتناقشون ويطلعون الحلول والحلول نحولها إلى أفكار. ممتاز ممتاز. فهالتسهيل حتى ان تطلع الافكار بشكل اسرع بعد بالضبط. بدل ما نتري ان كل نشتغل في مكان واحد خاص يستوي عن طريق العصف المنصه هذه. اختي مي شو يعني اكيد في وايد افكار يعني بعد اطلاق المنصه توصلكم افكار تخص جميع المجالات بس اكيد في مجالات معينه انتم تطمحون توصل افكار اسرع او افكار افضل لها. في مجالات محدده يعني تبون الناس تركز عليها في طرح الافكار؟ نحن شوفي احنا عندنا الأولوية كانت لنا اللي هي برامج وأهداف الهيئة استراتيجية هيئة الصحة لأن هي الاستراتيجية تشمل القطاع الصحي صحيح. في إمارة دبي. فنحن حطينا جميع البرامج الـ 15 برنامج حطيناهم كمجالات التركيز في المنصة. ممتاز. وأي فكرة بيتم تقديمها بيتم ربطها في مجال من المجالات هذه. يعني مثلا إذا أنا اقترحت ساعة لأمراض للناس اللي عندهم مثلا أمراض القلب هذه تندرج تحت مجال الرعاية الصحية المبتكرة على طول واضحة تكون. فنحن هي تسهيل للأشخاص ما بغينا وايد نعقدها لكن بعد بنطلع بمجالات ثانية مع بعض يعني الشركاء اللي نحن جلسنا معاهم وحاليا في طور ان نحن نرتب معاهم جلسات عصف ذهني عشان نطلع بمجالات جديده. ممتاز. طبعا ما شاء الله المجالات كثيره والافكار اتوقع بتكون وايده فان شاء الله نامل المره الجايه تجي وياك تقولينا عن بعض الافكار الجميله اللي فعلا تم تبنيها وراح تتحول ان شاء الله الى مشاريع او الى منتجات وغيرها. وما شاء الله موظفي الهيئه ما شاء الله اكيد عندهم وايد افكار خصوصا احنا دائما يعني مثل ما نقول من قلب الحدث يعني من قلب الخدمه الصحيه وان شاء الله بيفتح للعموم ايضا انه ما بعد نشجع الناس ان هم يقدمون افكارهم لان دائما نقول اي كانت الخدمه او المنتج لها وجهين وجه المقدم لها والوجه الثاني وجهة نظر ثانية تكون من مستلم الخدمة أو اللي توصل للخدمة فدائما تكون وجهة النظر من الصوبين تكون دائما أفضل تساعد أن الخدمة هذه أو المنتج هذا يوصل بشكل أفضل للناس. أكيد أكيد. أختي مي في نقطة ما غطيناها حابة تركزين عليها؟ لا والله ما شاء الله أتوقع غطينا منصتكم. أشياء ألف مبروك إطلاق المنصة. الله يبارك فيك. وإن شاء الله تكون هي فعلا منصة لجمع الأفكار المفيدة اللي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية تحسين صحة المجتمع يعني شيء يكون مجتمع بأكثر صحة وسعادة. أستاذة مي دوسري مدير إدارة مركز الابتكار الصحي في هيئة الصحة بدبي شكرا لتواجدك معنا اليوم. وإن شاء الله مثل ما قلنا نتلاقي وإن شاء الله المرة الجاية وتكون بعض الأفكار أريد تقدم وفي طور التطبيق إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك نهاية سعيد. شكرا. طبعا أنا كان من فترة كنت أتكلم مع حد في الدوام فكنت أقولهم إن في شركات حاليا توظف ناس فقط على الأفكار. في شركات عالمية توظف الناس بس اللي عندهم أفكار. يعني أنا عندي شركة فيها 1000 موظف 10 موظفين منهم بس مهمتهم يعطونا أفكار. ترى الأفكار هي الكنز الحقيقي لتطوير أي شيء. العالم بيوصل لمرحلة أنا أحس أنه بنوصل لمرحلة أن الفكرة قبل أي شيء ثاني قبل خبراتك قبل شهادتك لأن الأفكار هي اللي تساعد في التطوير. الأفكار الابتكارات هي اللي تساعد في التحسين. هي في عالم التنافسي هذا هي الشيء الأساسي والطب ترى مو بعيد عنه. بالعكس قبل 10 سنوات أو 15 سنة كنا نلاقي الابتكار في مختلف المجالات بس الطب كان شوي متأخر عنهم. كان الناس تحس إنه يعني لا لازم يتم الطب التقليدي القديم اللي تعودنا عليه. كانت في تطور في الأدوية لكن بشكل عام استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ما كان له دور كبير في الطب لأن مثل ما قلت لكم يحسون الطب شيء مقدس وشيء لازم يتم على المنهجية القديمة. لكن بعد هذا اكتشفوا إنه حتى الطب لازم يتطور لازم ندخل فيه ذكاء اصطناعي لازم ندخل فيه تكنولوجيا لازم ندخل فيه منصات ذكية تتقبل الأفكار تتقبل التغيير. وهذا اللي نشوفه وهذا اللي غطيناه اليوم في الصحة وسعادة من الأخت أمال الجسمي لما كانت تقول عن وجود الخدمات الذكية في الصحة بتبين ملف الطب الإلكتروني وجود المكالمات المرئية والخدمة الذكية للزيارات الرعاية المنزلية أو زيارات المنزلية. كل هذا عبارة عن تطوير للتكنولوجيا الحديثة وإنترنت الأشياء والذكاء الصناعي في خدمة الطب. لأن مثل ما قلنا الطب ما ينفع أنه يكون متأخر عن الركب. بالعكس الطب أنا أحس أنه في مجال أكثر للابتكار.
كل شيء، كل شيء موجود عندنا في الطب من أدوية من علاجات كلها ممكن تطويرها عشان مثل يكون مخرج العلاج أفضل، تكون الخطة العلاجية أفضل. وبنتكلم إحنا على تطور في الطب. أسماء الجناح ذكرت موضوع جدا مهم اللي هو انطلاق طبيب لكل مواطن، هو عبارة عن خدمة عن طريق الهاتف والفيديو، أيضا مكالمة مرئية أو هاتف تقدم من قبل هيئة الصحة بدبي. كل اللي على المتعامل عشان يحصل على هالخدمة أن يتصل على 8342 وينزل تطبيق دبي هيلث بوكينج عشان يدخل على ينزل تطبيق هيئة الصحة بدبي عشان يدخل على طبيب لكل مواطن، ويتصل على هيئة الصحة بدبي ياخذ موعد قبل الموعد بعشر دقائق، يدخل على التطبيق ويسوي المكالمة المرئية مع الطبيب. فاستخدموا هالخدمة بتسهل عليكم وايد، ما في داعي دورون باركينج، ما في داعي تستأذنون عن دواماتكم، ما في داعي تتعطلون عن أشغالكم عن طريق الهاتف. احنا وصلنا لنهاية برامج صحة وسعادة لليوم. ان شاء الله كنا خفاف عليكم خلال هذه الساعة الإذاعية. انا ان شاء الله راح اشوفكم بالحياة اتوقع الأسبوع الجاي، اذا لا الا بعده. فأقولكم كل عام وانتم بخير، مقدم بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي، لان ما بشوفكم في الاحتفالات اليوم الوطني. والله يديم الأمن والأمان علينا، واحتفلوا بأمان، احتفلوا بأمان. المخرج يقول لي دكتور السعيل بس بعطيهم آخر نصيحة، احتفلوا بأمان، الله يخليكم، ديروا بالكم على عيالكم، لا تخلهم يطلعون ويستخدمون الألعاب المفرقعات النارية هذه من غير وجودكم. ما نبى حروق وإصابات بسبب استخدام المفرقعات وحوادث بسبب أن الأطفال أو الصغار السن قاعد يمشون في الشارع، لأن عبارة عن احتفالات. ما نبى نحول الاحتفال إلى شيء ثاني. ف هلا هلا بعيالكم. أنا أختم البرنامج الحين. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، كان معي وائل قواسم في الإخراج ومينا المري في التنسيق. لنلقاكم إن شاء الله المرة الجاية. أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.